كيفاش تحكي ترى؟ باهي اني عمري عامي. علي صوتك شويه. اني عمري عامي. ايوه. صار لي اكسيدون مع امي. مع ام؟ ايه. اني نسخب الكاميون معناها مازال نسخبوا لعبه، مشيت له تحت العجله نتاع الكاميون. ايه. امي وقتها كانت انصانت. ايه. امي تفاجأت كي شافتني. بعدتك؟ بعدتني حطتني على التريتوار، كي جات فتحتني على التريتوار هي فاقت ومعناها قامت واني والكاميون هزها معناها. يعني ضربها الكاميون؟ ضربها الكاميون. توفيت امك وقتها هكا مريم؟ كيفاش؟ توفيت في لحظتها يعني؟ شغلك؟ في الامبيلونس. انت حاضره ولا ماكش حاضره؟ حاضره اني وبابا واختي وبنت خالتي. عاود احكي لك شنو اللي صار؟ مي احنا جينا لتونس هنا. ايوا. عندنا عرس وكل كي ماشيين ماشيين عندنا مناسبة حاسين. ايوا. يا اخي اختي صغيرة معناها فين الفذير وكل كي مشيت تحبو كي شافتها امي كيما كيك قبل فما كاميون جاي فهمت. علي صوتك شوية. فما كاميون جاي هي دخلت مشيت تجري هكا تحبو كل كي خلت عليها اختي خلت عليها امي كل كي جبدتها كي جات هي تجبد فيها بعد ترميتها معناها قلت لها رميتها جبدها الكاميون. الله يرحمها. امين. توفيت. توفيت حبله زاد اي. اي. ثامن في الشهر الثامن. في الشهر الثامن. اي قريب تولد. وتحاسب. ليه. وحادث سير معناتها صار. اه وما توقف شهرين حاجه كي. توقف شهرين ومش غلطه تضر لي الكاميون. ليه ليه غلطه امي معناها. غلطه امي فوالا. الله يرحمها. امين. دونك الحادثة هذه اثرت فيكم وانتم صغار. الكل. انكم ريتوا امكم تتوفى قدام. اي انا ريت. خاصة أختي معناها قعدت من بعد قعدت تداوي عند بسيكياتر صغيرة عمرها أي أني تجاوزتها ممكن. تجاوزتها بعد قداش وقت؟ ما نعرفش ما نتفكرش بالضبط قداش أنا مش ما قعدتش معناها هكا البرجة فهمت؟ أما بلي أما أختي ديما نمشي معاها وقتها من الأول من الأول تعب مشيت معناها تعرف أنت طبيبة وصغيرة وكل هيك. ولا أنت ما تتذكروش المشهد عمرك عامين؟ عمرها عامين ما تفكرش. أنت تتفكر دونك أنت اللي أثرت فيك جو بونس بشكل كبير ومتواصل من بعد. من بعد هي بتتر بعد فقت يعني من بعد في وقتها معناها وقعت بريود أما الحمد لله.